استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصفرية هذا اليوم معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي الدكتور رميح بن محمد الرميح الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمملكة العربية السعودية، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارتهم للبلاد، حيث نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام الرفعة والتقدم. وقد رحب صاحب الجلالة بوزير النقل السعودي وكلفه بنقل تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وتمنياته الخالصة للشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والتطور، معربا جلالته عن اعتزازه بعمق وتميز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون الثنائي على كافة الميادين، خاصة ما يتعلق بإقامة المشاريع المشتركة في قطاع النقل والمواصلات. كما أثنى جلالته على المواقف المشرفة لأخيه خادم الحرمين الشريفين والداعمة لمملكة البحرين وشعبها، وجهوده رعاه الله في ترسيخ أواصر العلاقات البحرينية السعودية وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مشيدا حفظه الله بما تشهده المملكة العربية السعودية الشقيقة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين من نهضة تنموية شاملة. وأكد جلالته أهمية تبادل مثل هذه الزيارات لما لها من دور في تعزيز التنسيق المشترك في مجال النقل والمواصلات، منوها بمبادراتهم وجهودهم المستمرة لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين عبر جسر الملك فهد، وضمان انسيابية حركة التنقل واستيراد والتصدير من خلال باعتباره أحد أهم الإنجازات الحضارية التي جاءت نتيجة للتعاون البحريني السعودي الوثيق بهدف خدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، إضافة إلى مشروع جسر الملك حمد الذي سيشكل نقلة نوعية في قطاع النقل البري وحركة العابرين بين البلدين الشقيقين، وربط مملكة البحرين بمشروع السكة الحديدية الخليجية لما فيه خير الجميع. وأضاف جلالته أيده الله أن جسور الترابط التاريخي والمحبة والأخوة الوطيدة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين تمتد عبر تاريخنا المشترك العريق القائم على التواصل والتلاحم الأخوي الثابت. من جانبه أعرب معالي وزير النقل السعودي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على ما أبداه جلالته من حرص على تعزيز وتنمية العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، متمنيا للبحرين دوام الرقي والتقدم تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله.